أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجوم إكسترا لأخبار الفن والفنانين. أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتنا قناة نجوم إكسترا. في فيديو جديد نتعرف فيه على أعمار مشاهير تركيا عندما تزوجوا لأول مرة وفرق العمر بينهم وبين شركائهم. البعض منهم دخل القفص الذهبي مبكرا جدا وهو لا يزال بعمر 16، والبعض الآخر بقي حتى عمر 44 عاما بدون زواج. إنهم مشاهير تركيا الذين نجحوا مؤخرا في خلق شعبية كبيرة داخل بلادهم وخارجها. الممثل الشهير كيفانش وباشاك ديزر. النجم التركي كيفانش الشهير باسم مهند دخل القفص الذهبي وهو بعمر 33 عاما مع خبيرة الموضة التركية باشاك ديزر والتي تكبره بست سنوات، وكان هو الزوج الثاني لها. الفنان الشهير كيفانش مع زوجته باشاك ديزر. الفنانة بيرين سات وكينان دوغلو. بعمر 30 تزوجت الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة باسم سمر من المطرب التركي كينان دوغلو الذي يكبرها بعشر سنوات كاملة. الفنانة بيرين سات وكينان دوغلو حاليا علاقتهم متوترة. الممثل الشهير بوراك أوزجيفيت وفهرية أفيجان. الوسيم التركي بوراك أوزجيفيت الشهير باسم باليبيك دخل القفص الذهبي مع فهرية إفجان وهو بعمر 32 عاما. صورة لبوراك أوزجيفيت مع فهرية إفجان. الممثلة أصلي إنفر وبركان سوفلو. أما الجميلة التركية أصلي إنفر كان زواجها في عمر 28 عاما من الممثل بركان، إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلا وانتهى سريعا. الممثلة أصلي إنفر وبركان في حفل زفافهم. الممثل كينان أوغلو وزوجته سينام كوبال. ويعد النجم التركي كينان أوغلو الشهير باسم إيزل من أكبر النجوم الأتراك الذين دخلوا القفص الذهبي متأخرا، حيث تزوج وهو بعمر 42 عاما من الممثلة سينام كوبال التي كان وقتها عمرها 29 عاما فقط. الممثل كينان أوغلو وزوجته سينام كوبال. الممثلة نصليهان أتاغول والممثل قادير دوغلو. الجميلة التركية نصليهان أتاغول بطلة مسلسل حب أعمى تزوجت من الممثل قادير دوغلو وهي لا تزال بعمر 25 عاما وزوجها يكبرها بعشر سنوات. نصليهان أتاغول وقادير دوغلو في حفل زفافهم. الممثلة بيلين كرهان وأرناديتش أوغلو. النجمة التركية بيلين كرهان الشهيرة باسم السلطانة مريم تزوجت مرتين، الأولى بعمر 27 عاما من التركي أرناديتش أوغلو وانفصلت عنه سريعا. بيلين كرهان مع زوجها الأول أرناديتش أوغلو. الممثلة بيلين كرهان مع بدري جونتاي زوجها الثاني. والمرة الثانية التي تزوجت فيها بيلين كرهان كان عمرها 30 عاما
من رجل الأعمال بدري جونتاي، والذي أنجبت منه أولادها الاثنين. الممثلة بيلين كرهان مع بدري جونتاي. الممثلة هازال كايا وعلي الطاي. أما الممثلة التركية الجميلة هازال كايا الشهيرة بنهال في العشق الممنوع، دخلت قفص الزواج الذهبي بعمر 28 عاما، والممثل والمخرج التركي علي الطاي عمره 42 عاما، حيث يكبرها بأكثر من 14 عاما. صور من زفاف الثنائي هازال وعلي. مراد يلدريم وبورتشين أوغلو. الوسيم التركي مراد يلدريم الشهير باسم أمير تزوج المرة الأولى من الجميلة التركية بورتشين أوغلو وهو بعمر 29 عاما، إلا أنه انفصل عنها في عام 2014. مراد يلدريم مع الممثلة بورتشين أوغلو. مراد يلدريم مع زوجته الثانية إيمان الباني. تزوج مراد يلدريم للمرة الثانية من المغربية إيمان الباني وهو بعمر 37 عاما. مراد يلدريم مع إيمان الباني. الممثلة توبا مع أونر سايلاك. النجمة التركية توبا الشهيرة باسم لميس تزوجت في عام 2011 من الممثل أونر الشهير باسم رأفت وهي بعمر 29 عاما، وانفصلت عنه في عام 2017. الممثلة توبا وأنور سايلاك في حفل زفافهم. الفنان أوزجان دينيس وفايزة أكتان. النجم التركي الوسيم أوزجان دينيس الشهير بجهاد في الوطن العربي 45 عاما، بطل لعبة القدر وعروس اسطنبول، تزوج من حبيبته فايزة أكتان 25 عاما التي تصغره بنحو 20 عاما. الفنان أوزجان دينيز وفايزة أكتان أعلنا انفصالهما مؤخراً بعد إنجابهم لطفلهم الأول كوزاي. تركان أوغلو وبينار ديلاي. المطرب وواحد من أوسم رجال الأتراك تركان أوغلو تزوج من التركية بينار ديلاك وهو بعمر 44 عاماً. المغني تركان أوغلو وبينار ديلاك. موليا أفيشار ومحمد تاجيرلي. الممثلة التركية هوليا أفيشار بطلة مسلسل السلطانة كوسيم دخلت القفص الذهبي وهي بعمر 16 عاما مع زوجها الأول محمد تاجيرلي. موليا أفيشار ومحمد تاجيرلي.